بالطبع جيناتك من والديك ومن والديهم والوالدين من والديهم. جيد، فهمت الفكرة. أنت لديك مجموعتان من 23 كروموزوم، مجموعة من أحد والديك. تقريبا لكل كروموزوم ترثه من أمك، ترث أيضا واحد من والدك الذي يحتوي نسخته من نفس الجين. يكون معا زوج من الكروموزومات المتماثلة. لكن الكروموزوم XY له طبيعة خاصة. عادة الإناث لديها كروموزومين X في حين أن الذكور لديهم X وY. تحصل على واحد من الكروموزومات X الخاصة بك من أمك. إذا كنت حصلت من والدك على كروموزوم Y أو كروموزوم X، بذلك يحدد جنسك. تحتوي معظم الخلايا الناضجة على مجموعتين من الكروموزومات، لكن خلايا الحيوان المنوي والبويضة لدى كل منهما مجموعة واحدة والتي تحتوي على 23 كروموزوم. عندما يكون الجسم خلايا الحيوان المنوي أو البويضة، تنقسم الخلية وتنفصل أزواج الكروموزومات. يتحرك عشوائيا كروموزوم مفرد أو كلا زوجي الكروموزوم لكل خلية جديدة. هذا هو السبب أنك حين حملت حصلت على نصف جيناتك من جينات أمك ونصف الجينات من والدك. لكن ليس من الضروري أن يحصل إخواتك على نفس النسخ من جينات والديك التي حصلت عليها، إلا إذا صادف وكنت توأم متماثل. لتكوين خلايا الحيوان المنوي والبويضات، كروموزوماتك تتضاعف مثل ذلك. عندما ينفصل زوج كروموزومات متماثل أحيانا يتقاطع، وعند نقاط عشوائية يحدث تبادل في الـ DNA. هذا يسمى إعادة التركيب الجيني أو عملية العبور، لأن جيناتك التي حصلت عليها انتقلت أثناء إعادة التركيب الجيني. الكروموزومات التي تمررها إلى أطفالك ليست بالضبط نفس التي ورثتها من والديك. هذا يجعل من الصعب استخدام أغلب كروموزوماتك لتتتبع أنسابك البعيدة جدا. لكن ينقل أغلب الكروموزوم Y من الأب إلى الابن سليم تماما. وبالمثل في الإنسان، الـ DNA في الميتوكوندريا يمرر من الأم فقط إلى الطفل. لهذا السبب تتبع النسب على طول سلسلة أبيك أو سلسلة أمك أسهل باستخدام الكروموزوم Y الميتوكوندريا أو الـ DNA. عندما تتحد خلايا الحيوان المنوي والبويضة معا أثناء الإخصاب، ينتج خلية واحدة بها مجموعتين كاملتين من 23 كروموزوم، إحداهما من الأم والأخرى من الأب. هذه الخلية الواحدة تنقسم لتنتج خلايا جديدة مرارا وتكرارا حتى تنتج الطفل.